مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم اليومي همزه التواصل. بنتواصل معكم في واحد من الموضوعات اللي بتدور في فلك حياتكم. اليوم تحتفل مصر بذكرى دخول السيده مريم العذراء والده السيد عيسى المسيح الى مصر. هذه الرحله ما تسمى الان بالرحله المقدسه اللي هربت فيها العائله المقدسة من بيت لحم بفلسطين بسبب اضطهاد هيرودس للعائلة المقدسة، وكان السيد المسيح ما زال صغيرا في المهد. مصر مهد الحضارات ومنبع أيضا النور الخارج منها من الأديان جميعا، فقبلها بمئات الأعوام خرج السيد موسى سيد بني إسرائيل من مصر، ولكن بعد أن هرب إليها السيد المسيح جاء ليهرب العائلة المقدسة إلى مصر. هذه الرحلة التي خرجت العائلة المقدسة من بيت لحم، خرجت عبر غزة فيما تسمى محمية الزرانيق أو الفلوسيات الآن، غرب وهي غرب العريش تقريبا ب 37 كيلومتر. دخلت مصر عن طريق صحراء سيناء والخط الحدودي الشمالي إلى منطقة من جهة الفرمة التي كان اسمها في هذا الوقت بلوزيوم، وهذه تقع بين منطقة العريش وبورسعيد حتى الآن في هذه المنطقة التي تسمى الآن بسهل الطينة. خرجت بعدها العائلة المقدسة، دخلت إلى أراضي المصرية، اختفت في مجموعة من النقاط أيضا لحمايتها من اضطهاد الرومان. طبعا احنا عندنا كنيسة أبو سيفين هنا والمنطقة في مصر القديمة في نقاط كثيرة، وبعد أن قام بابا الفاتيكان باعتماد نقاط ما يسمى بمسار العائلة المقدسة ليفتح المجال أمام ما يقرب من ملياري مسيحي كاثوليكي في العالم لزيارة هذه النقاط والحج إليها. طبعا مصر قامت بالكثير والكثير لإحياء هذا المسار لتنشيط السياحة الدينية لدى المسيحيين. سنتحدث عن التنمية السياحية والعمرانية التي ستأتي من وراء هذا المسار وكيفية إحياء هذا المسار، وسنتحدث باستفاضة عن هذه النقاط في هذه الحلقة. سيكون سؤال الحلقة كالتالي: كيف يمثل إحياء مسار العائلة المقدسة نقلة نوعية في تحقيق تنمية عمرانية وسياحية؟ هذا هو سؤال الحلقة. دعوني أخرج إلى فاصل معلوماتي قبل أن ألتقي بضيوفي عبر الهاتف أمامكم. تابعنا معا هذا الفصل المعلوماتي. نبدأ بالتحاور مع ضيوفي لنعرف أهمية مسار العائلة المقدسة في مصر. احنا بنتكلم على 25 نقطة تم اعتمادها حتى الآن
تمتد لمسافة 3500 كيلومتر ذهابا وعودة. معي عبر الهاتف الدكتور إيفان بولس، مدرس التاريخ والحضارة المصرية، عضو جمعية الحفاظ على التراث القبطي. دكتور إيفان، أهلا بحضرتك وكل سنة وانت طيب. أهلا بحضرتك وكل سنة والسادة المشاهدين والمتابعين بخير إن شاء الله. يعني طبعا مسار العائلة المقدسة، وإحنا قلنا قبل كده أن مصر هي نور يشع بالأديان كلها للعالم، مسار العائلة المقدسة تم اعتماد 25 نقطة. كلمني في البداية عن أهمية هذا المسار لمسيحيي العالم، سواء الأرثوذكس المصريين أو الشرقيين والكاثوليك اللي هم الغربيين، أهمية هذه النقاط وأهمية هذا المسار وماذا يعني يمثل لهم. تمام يا فندم. هي البداية والأهمية جت منذ زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر، واعتمد رحلة الحج المقدس إلى مصر. نعم. وقال إن دعا مسيحي العالم كله إن هم يجوا يزوروا المقدسات اللي زارتها العائلة المقدسة كنوع من الحج المقدس. ومن هنا ده كان يعني بادرة أمل لنا لعودة السياحة الدينية وتميز مصر فيها على مدار فترات قادمة وكبيرة. نعم. وبدأ اهتمام الدولة، احنا طبعا كنا مهتمين زمان بس ما كناش الاهتمام المطلوب. لكن من اول ما البابا اقر رحله الحج المقدس بدا اهتمام الدوله. طيب خلينا اسالك، هو كان قبل اعتماد الرحله او اعتماد هذه النقاط كان عندنا فعليا في مصر؟ انا عارف طبعا كنيسه ابو سيفين، عارفين في مناطق معينه معروفه لان فيها اثار قبطيه على مدار العصور من دخول السيده العذراء الى مصر وخروجها بعد ذلك، بعديها توالت برضو التراث القبطي، يعني كان موجود في نقاط معينة. كلمني عن عدد النقاط، أهمية الحاجات اللي كانت فيها، وإيه اللي زاد عليهم بعد كده. احنا كان عندنا كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة، كنيسة العذراء المعادي، منطقة أبو سيفين، عندنا كمان منطقة وادي النطرون، كان عندنا دير المحرق. نعم. كنيسة جبل الطير في صملوط المنيا، دي كانت أهم المناطق اللي بتزار قبل كده. دلوقتي ابتدينا نهتم بمنطقه تل بسطه، الزقازيق شرقيه، كنيسه العذراء في سخا في كفر الشيخ. نعم. ابتدينا نهتم ببعض المناطق، شارع العذراء بالمطريه تم افتتاحها من فتره قريبه بعد تجديدها وتسليط الضوء عليها تسليط غير عادي. كنيسه مسترد ابتدت الاهميه بيها، كنائس الصعيد كلها ابتدى يبقى فيه اهتمام، عملنا مطار دولي جنب دير المحره بحيث ان اي سائح بدل ما يمشي المسافه دي كلها في صعيد مصر، لا ممكن بالطياره ينزل على بعد 3 كيلو من دير المحره ويتسنى له زياره اكبر مكان قعدت فيه العائله المقدسه 185 يوم في هذا المكان. نعم. فبدأ اتفضل. ففي اهتمام دلوقتي بالمناطق وبالمسار في كل حته، بنعمل لافتات ارشاديه، بنعمل تعبيد للطرق، تسليط الضوء على المناطق اللي كانت منسيه، كل حته في سمنود في الغربيه بالبيس المحمه اللي هي مسترد، كل حته زارتها على المقدسه ابتدينا نهتم بيها علشان ندرجها من ضمن الاماكن الاثريه اللي هيزورها السائح الفتره القادمه. دكتور ايفان، يمكن موضوع الحج مختلف شويه عن السياحه العاديه، وهنا دايما انا كنت بتكلم على موضوع دمج السياحات، انواع السياحه المختلفه في بعض، يعني الحج برضو ليه شكل مختلف، ليه نوع من التقشف، ليه نوع من البساطة، في الناس جاية تعيش هذه قدسية هذه المناطق والأجواء اللي مرت بها العائلة المقدسة رغم اختلاف الزمن. عشان كده احنا ما بنتكلمش على إنشاء فنادق فخمة، لا، ممكن تكون نزل بسيطة يعيش فيها الأجواء. هل تم مراعاة هذا الفكر في الترويج السياحي والإنشائي أيضا؟ بص حضرتك، احنا زمان مصر ما كانش فيها سياحه دينيه، او مصر مش محطوطه، كانت انواع السياحه اللي احنا مهتمين بيها السياحه الثقافيه متمثله في اسوان والاقصر واثار القاهره، والسياحه الترفيهيه متمثله في شرم الشيخ وما شابه. صحيح. لكن اما السياحه الدينيه كان بيجي السائح بيزور بعض الكنائس المسيحيه الاثريه، بيزور بعض المساجد زي مسجد السلطان حسن اللي احنا بنطلق عليه الهرم الرابع وهرم الحضاره الاسلاميه، لكن ما كانش فيه دير سانت كاترين، لكن كاهتمام بسياحه دينيه ما كانش فيه. من ساعه لما البابا دعا المسيحيين للحج اعتبرنا ان دي يعني فرصه مقدسه لينا. طبعا هو للاسف الاماكن متباعده. نعم. ومفيش اي امكانيه ان احنا نقيم فنادق
خمس نجوم ورعينا البساطه، ده سائح جاي يلتمس رضا ربنا. صحيح صحيح، ما عشان كده انا بقول فكره الحج نفسها مختلفه عن فكره السياحه العاديه. تمام، هي فنادق بسيطه بس يعني رعينا ان احنا لو تعذر في اي منطقه، لو تعذر ان السائح يرجع منها لذات اليوم بسبب مثلا سوء احوال جويه او اي حاجه، لو رايح بالطيران لغايه دير المحره يلاقي في فندق غايه في البساطه يقدر يقويه الليله او حاجه لغايه لما يرجع تاني القاهره وهكذا. نعم، هي دي اللي رعيناها بجد في الفتره اللي فاتت. تمام. طيب كان في شكاوى ان بعض هذه المناطق، طبعا اغلب هذه المناطق داخل مناطق، طبعا احنا ما بنتكلمش على وادي النطرون او غيرها، بس اغلب المناطق اللي موجوده في نقاط حيه زي مثلا شجره السيده العذراء اللي في المطريه، منطقه مسترد، دي اغلبها في مناطق حيه جدا، مناطق مزدحمه، مناطق فيها حواليها مصريين عايشين بشكل طبيعي. فكره تاهيل الناس للسياحة في هذه المناطق وان احنا نستقبل سياح وان دول ناس جايين جاية تحج وتعيش اجواء يعني نفسية مختلفة، ده جزء مهم من اكيد من التجربة السياحية اللي لازم نقدمها لضيوفنا. تمام، بص يا فندم حضرتك، احنا اكتر حاجة كان بنعاني منها الدولة من اول ما البابا جه وزار واقر الرحله، نعم، ان في اماكن مأهولة بالسكان ومكتظه بالسكان ولا تصلح لزياره السائحين. نعم، وحتى لو تم زي ما حصل في المطريه، حدث الطفره في المطريه وشارع المطراوي واترصدت الحته اللي هناك وتم افتتاح شارع العذراء في المطريه. طب المشكله الثانيه بقى عدم تاهيل الاهالي لاستقبال سائحين، يعني اهالي منطقه الهرم من زمان من مئات السنين وهم متعودين في وجود سائحين في المنطقه دي. طبعا. لكن في الحته زي مسترد وزي المطريه فاحنا قلنا عملنا قوافل توعيه ونزلنا اتكلمنا مع الناس وقلنا لهم ان الموضوع ده هيعود عليكم بالخير والنفع من انشاء بعض البازارات اللي بتبيع بعض العاديات السياحيه. صحيح. بعض الميداليات التذكاريه الخاصه بالعائله المقدسه، وابتدينا نطور فكر الناس القائمين في المنطقه علشان يتقبلوا الفكره، ولقينا في ترحيب غير عادي بالناس رغم ان هم ما كانوش بيحتكوا بالسائحين على مدار مئات السنين السابقه. طبعا. فدي حته رعيتها الدوله ورعيتها المؤسسات اللي عامله على ملف العائله المقدسه. يمكن موضوع فتح مسار العائله المقدسه او من دعوه بابا الفاتيكان لهذا، انا اعتقد احنا بقى لنا 10 سنين تقريبا، شايف التطور من بدايه هذه النقطه اللي كانت فارقه في دعوه مسيحيي العالم ان هم يزوروا مصر وان ده مسار مقدس للعائله المقدسه في مصر، الى الان نقدر نقيم هذه التجربه ازاي وما المأمول ايضا؟ بص يا فندم، يعني انا مش هنتكلم الكلام المعسول والكلام اللي هو ممكن يخدع الساده المشاهدين، احنا للاسف في حاجات بتحكمنا، يعني بعد ما كنا ماشيين كويس قوي في الملف جه موضوع جائحه الكورونا. نعم. وعملت يعني دروب غير عادي بالنسبه طبعا في العالم كله، في سياحه العالم كلها. عشان بعض الناس بتتهمنا او بيتهموا القائمين على الامر في السياحه في مصر بالتقصير. نعم. حتى لو في تقصير بسيط لكن في ظروف عالميه اقوى منا، فعشان كده الملف ده جت عليه فتره ما كانش فيه اهتمام. المشاكل هي البعيده زي سخا والكلام ده كله كانت واقفه، لكن بمجرد انتهاء جائحه كورونا وكمان بمجرد تزايد عدد السائحين ما شاء الله، يعني قدلنا النهارده فتره حوالي سنه او سنه وبعض الاشهر. نعم. السياحه ماشيه كويس جدا، اقبال غير عادي على السائحين بالذات بعد جائحه الكورونا والناس كلها متعطشه للفسحه. علشان كده ابتدينا دلوقتي، انا شايف ان الدوله بتسعى على قدم وساق. النهارده في المتحف القبطي بالمناسبه، يعني انا بدعو كل الناس يروحوا المتحف القبطي، وفي فعاليه للعائله المقدسه، في فعاليه ستستمر اسبوعين في المتحف المصري في التحرير. جميل. وفي متحف الحضاره فتحوا لنا قاعه كبيره. حلو جدا. عملنا فيها حاجه على العائله المقدسه بتقنيه عالميه ما حدثتش قبل كده في مصر، الفي ار. انا بدعو كل المصريين يروحوا يدفع تذكره يخش المتحف يتفرج على اللي هيتفرجوا في المصري القديم، ويطلع فوق في القاعه اللي احنا عاملين فيها لمده شهر في المتحف المصري و10 ايام في متحف الحضاره، يتفرج على مسار العائله المقدسه بالتقنية الفي ار، ويتفرج على حاجة عمره ما يشوفها ولا هتفتح لي تاني. ودربنا مجموعة من صغار المرشدين والطلبة ان هم يستقبلوا الناس ويشرحوا لهم. انا بدعو من خلال برنامج حضرتك كله يتواجد في المتحف المصري ومتحف الحضارة العشر ايام الجايين باستمرار من الساعة 9 الصبح لغاية 7
مساء بيتفرجوا على مثلا العلم المقدسه كنوع من الترويج لهذه النوع من السياحه. انا بشكرك دكتور ايفان بولس وبضم الصوت لصوتك وبتمنى لكم النجاح في هذا الترويج. دكتور ايفان بولس مدرس التاريخ والحضاره المصريه عضو جمعيه الحفاظ على التراث القبطي، شكرا جزيلا لك. انضم الي الان الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الاعلى للثقافه لجنه التاريخ والاثار. دكتور عبد الرحيم تحياتي. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. لما نيجي نتكلم على الرمز الديني والاثر النفسي اللي احنا ممكن نستخدمه، مش هنقول نلعب عليه بس هنقول نستخدمه لدعوه بابا الفاتيكان لمسار العائله المقدسه والترويج لهذه النقاط اللي بتمثل نقاط مقدسة في أرض في أرض مصر، أرض الأديان كلها، إن ندعو العالم ومسيحيي العالم لزيارة هذه المناطق، نقدر نقول إيه؟ أولا أنا دعيت من سنتين وبكرر الدعوة النهاردة إن إحنا لازم نخلي عيد دخول العائلة المقدسة عيد قومي لمصر، لأن ده مش عيد يخص المسيحيين أو المسلمين أو طائفة معينة، ده عيد يخص مصر. ليه؟ لأن العائلة المقدسة باركت كل أرض مصر، أكثر من 3500 كيلو متر عندنا. طيب إحنا عايزين نوجز في 10 نقاط، لأن إحنا عشان نتكلم على العائلة المقدسة عايزين مجلدات. يعني إيه أهمية الموضوع؟ إيه المسارات؟ إيه مجهودات الدولة اللي عملته؟ اولا تاريخ دخول العائله المقدسه في 24 بشان اللي هو الموافق 1 يونيو، ده طبقا لمصادر وميامر طبيه عندنا العديد من الميامر، وجاء في القران الكريم ايضا بسم الله الرحمن الرحيم واويناهما الى ربوه ذات قرار ومعين. الربوه دي احتمال تكون الفرمه في سيناء او احتمال تكون تل بسطه اللي هو المكان اول مكان جت فيه العائلة المقدسة. نشوف الحكمة أو القيمة الروحانية من رحلة العائلة المقدسة. إحنا عندنا الرحلة يعني خدت أو استغرقت في مصر حوالي 3 سنين و11 شهر. بركت أماكن اتعمل فيها بعد كده، نشأت فيها مجتمعات رهبانية. في أماكن حصلت فيها معجزات للسيد المسيح في العديد من المواقع. إحنا بنستهدف من المشروع ده 2.3 مليار مسيحي في العالم. تخيل انت لو خدت مش مسيحيين فقط، ده مسيحيين ومسلمين، لو خدت 2% من ال 2.3 مليار مسيحي هيدخل لك في مصر 46 مليون سائح، احنا اقصى ما وصلنا للسياحه لا يتعدى ال 15 مليون. بالنسبه للمحطات احنا عندنا 5 محطات اللي بيتكلم عن جهود الدوله، لا احنا هنتكلم فعلا عن جهود الدوله اللي تمت رغم ظروف كورونا وغيره وغيره، ولكن تمت جهود كبيره جدا للدوله في مناطق رئيسيه، احنا يعني بنسميها محطات اللي هي ال 25 محطه داخل مناطق رئيسيه. المناطق الرئيسيه اللي زارتها العائله المقدسه اللي هي سيناء، الدلتا، وادي النطرون، موقع القاهرة حاليا اللي عند حصن بابليون وحواليها، بعد كده الصعيد إلى دير المحرة. الأماكن دي حصلت فيها معجزات، هنشير إلى بعض المعجزات المهمة المرتبطة بالعائلة المقدسة. يعني مثلا في تل بسطة في شجرة أنبعها السيد المسيح، في بلبيس لما مروا على بلبيس استظلوا بشجرة سموها شجرة مريم، ولحد دلوقتي حتى المسلمين والمسيحيين بيدفنوا موتاهم تبركا بهذه الشجره. عندنا في سمنود المجور الحجري اللي مشهور جدا، لان في سمنود رحبوا بالعائله المقدسه واهدوها المجور ده اللي عجنت فيه السيده العذراء وقعدوا في سمنود من 14 ل 17 يوم. عندنا في تخا في كفر الشيخ في معجزه كعب يسوع لما وقفت السيده العذراء السيد المسيح على قاعده عمود وغاصت مشط قدميه في الحجر، موجود الحجر لحد دلوقتي وبيسموه كعب يسوع. في وادي النطرون العالم كله بيزور الموقع الشهير اللي هو نبع الحمراء، تخيل وسط بحيره مالحه عرفت السيد المسيح فغاصت السيد العذراء وسط البحيره المالحه فنبع نبع حمراء، ودي معجزه يعني مهما شرحنا فيها، نبع عذب وسط مياه مالحه بيتبركوا فيها كل اللي بيزوروا هذا المكان. نيجي في موقع القاهره شجره مريم اللي انبع فيها السيد المسيح بئر ماء مشهوره، ومكان النبع ده نبتت نباتات عطريه زي نبات البلسم المشهور.
عندنا بعد كده كنيسة أبي سيرجيا في مصر القديمة، ما زالت المغارة اللي مكثت فيها العائلة المقدسة موجودة حتى الآن، وفيها بير اللي هو شرب منه السيد المسيح. في كنيسة مريم العدوية اللي هي في المعادي، نعم، والكنيسة دي مشهورة وفيها السلم لحد دلوقتي اللي نزلت منه العائلة المقدسة واتجهت إلى النيل. في تاريخ 12 مارس لو كلنا فاكرين سنة 76 رأى شعب الناس اللي موجودين في الكنيسة كتاب مقدس بيطفو على الماء جنب الكنيسة، ولقوا فيه مكتوب إيه؟ مبارك شعب مصر، اللي هو من سفر إشعياء الإصحاح 19. طيب كل دي أنا أعتقد أن أغلب المصريين عارفين ده سواء مسيحيين أو مسلمين، إحنا بنتكلم بقى على نشر هذه المعلومات والمعجزات وهذه النقاط إلى العالم كله، هل كل العالم عارف ده؟ إزاي يبقى عندنا بروباجندا وترويج سياحي لهذه النقاط بهذه المعجزات؟ برافو عليك. احنا اتخذنا خطين، الخط الأول اللي هو الخط الثقافي اتعمل مجهود كبير قوي لحد ما سجلت الاحتفالات الخاصة بالعائلة المقدسة تراث لا مادي باليونسكو. نعم. النقطة الثانية ان احنا منتظرين ملف قدمته الوزارة، وزارة السياحة والآثار، اللي هو تسجيل أديرة وادي النطرون تراث عالمي اللي هو تراث ثقافي مادي. فأنا لما بسجل حاجة تراث مادي خلاص دي احنا مش محتاجة دعاية، هي بتدعي نفسها. لما بقول عندنا مسار العائلة المقدسة تراث مادي خلاص كل العالم هيعرفه. نعم. النقطة الثانية نبدأ نترجم في كم من الكتب والمصادر والأبحاث اللي اتكتبت عندنا عن رحلة العائلة المقدسة. احنا مش عايزين نكلم نفسنا، اترجم كل هذه الكتب بكل اللغات الى كل لغات العالم، وابدأ اعمل وانتقل ليه. احنا عندنا وانا قبل كده طالب ان يكون لنا مستشار سياحي خاصة في الدول السياحية. المستشار نعم. الثقافي ده مهتم بالبعثة التعليمية. نعم. ويبقى المستشار السياحي ده مختص مش بالدعاية لحاجة معينة فقط، بالدعاية رحلة العائلة المقدسة، بالتنشيط السياحي لمصر، بالتنمية السياحية عن مقاومات مصر السياحية. ونبدأ نعمل معارض، أحط المعارض. إحنا عندنا معارض بتتعمل في الداخل وما زالت دلوقتي معارض على رسومات، وفي معارض عالمية زي بورصة برلين وغيرها. خليني قبل ما أختم مع حضرتك يا دكتور عبد الرحيم أسألك النقطة المهمة ديت، وهي فكرة التكامل ما بين السياحات المختلفة اللي عندنا، واعتقد ان احنا مازال عندنا قصور في هذه النقطة، لان طبعا البرامج بتبقى مختلفة وغيره، بس انا عايز اتكلم في النقاط بتاعة الرحلة العائلة المقدسة، هل هناك تكامل مع سياحات تانية سواء علاجية سواء ثقافية سواء، وازاي نطور هذه النقاط وسريعا ارجوك. برافو عليك، انا طالبت بالنقطة دي فعلا، ان احنا لما بنعمل مسار العائلة المقدسة انا لازم اربطه، يعني دي سياحة روحانية زي ما بنسميها، اربطه بسياحات تانية، سياحات ثقافية، سياحات ليه، خاصة المناطق نفسها اللي بتزورها أو المحطات ال 25 مرتبطة بسياحات أخرى. يعني لما بيزور مكان زي القاهرة لازم أزوره الآثار المصرية القديمة، يروح الهرم ويروح المتاحف المختلفة وهكذا. لما بزوره الصعيد عندي المنيا والآثار بأشمونين والآثار المصرية القديمة، يزور الآثار الإسلامية في هذه الأماكن. الأهم من كده إن إحنا عندنا طريق حج مسيحي من القرن الرابع الميلادي، نعم، اللي هو مسار نبي الله موسى. في ناس كتير ما تعرفش عنه حاجة. صحيح. المسار ده عندنا من القرن الرابع الميلادي. أربط رحلة العائلة المقدسة بمسار نبي الله موسى، خاصة نعم، إن الرحلة كانت جاية من سينا ومسار نبي الله موسى موجود في سينا. صحيح. فأنا اللي يجي يزوره أقول له لا، وإنت بتزور المكان ده لازم تزور المكان الوادي المقدس. وعندنا بيتعمل أكبر مشروع في المنطقة اللي هو مشروع التجلي. صحيح. الأعظم وإحياء نعم، المنطقة كناحية روحانية. فأنا لما أعمل اكتمال للرحلة بكل منظومات السياحة هقدر استثمر. عندنا عين موسى، ولو في مناطق استشفائية زي عين موسى، حمام موسى، الرمال السخنة، طبعا مواويل اللي عندنا في سينا، السياحه الكبريتيه والسياحه الرمال. صحيح. صحيح. والسياحه العلاجيه اللي الاعشاب، وده اكيد هيضمن النجاح لكل انواع السياحه وارتباطها ببعض. يعني مشكله عدد السياح اللي بيجي لنا السائح ممكن يقعد عندي 3-4 أيام او اسبوع، لا انا عايز يقعد اسبوع، يقعد 10 ايام ليه؟ كل ما زود المقومات للسائح، واحنا عندنا مصر مناطق جذب في كل مكان. صحيح. ازود عدد الليالي السياحيه فازود الدخل. صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الرحيم ريحان، عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والأثار، شكرا جزيلا على وجودك معنا. بشكر دكتور إيفان بوليس مدرس التاريخ والحضارة المصرية، عضو جمعية الحفاظ على التراث القبطي، كانوا معي في الجزء الأول من هذه من المداخلات ومن هذا البرنامج.
خلوني اسمع لضيوفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجزء مهم جدا من برنامجنا وجودهم معانا. محمود الضوي بيقول: برايي يمثل احياء مسار العائله المقدسه نقله نوعيه في تحقيق تنميه عمرانيه وسياحيه، وضع مسار العائله المقدسه على قائمه التراث والسياحه العالميه. الاثار تعمل على وضع رحله العائله المقدسه على قائمه تراث اليونسكو وترحيب الفاتيكان وكل كنائس العالم، ووضعها في خريطه التراث الديني وقائمه التراث الثقافي لمواقع التراث العالمي المادي لمنظمه اليونسكو. وخاصه ان مسار العائله المقدسه له مكانه كبيره في نفس كل مسيحي ومسلم، ولا بد من وجود خدمات للسائحين في هذه الاماكن لتحقيق العائد منها روحانيا ونفسيا وماديا، لأن مسار العائلة المقدسة كنز ديني وسياحي مصري يخرج للنور. واستغرقت الرحلة 3500 كيلومتر، بعضهم سيرا على الأقدام أو على حمار أو في مركب. أنا مواطن مصري وأفتخر، كلنا مصريين ونفتخر لك حبي يا بلادي. نحن نرحب بكل الإنسانية في الزيارة إلى مصر لمهد البشرية للحضارات والأديان والإبداع. دكتور عبد الراضي حجازي بيقول: لا شك أن تلك الحادثة التاريخية الدينية لسيدنا عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام وأمه السيدة الطاهرة العذراء مريم المصطفى من الله لها أثرها في السياحة الدينية والمزارات الدينية بالدولة المصرية، تعني الكثير من الطمأنينة في زيارتها واختيار مكانها، والمقصود بها تزويد ثقة الزائرين للمسار ودخل سياحي ديني للعالم أجمع. ودام عزك يا وطن بين الأمة المتحدة مصر شعبا وقيادة. أمين يا رب العالمين. من أبرز المعجبين محمد طواب إناوي عاشور: مصر أرض مباركة، كنانة الله بها تولد أنبياء ورسل، وجاء إلى مصر مسار العائلة. لذلك برأيي يمثل أحياء مسار خريطة العائلة المقدسة نقلة نوعية في تحقيق تنمية عمرانية وسياحية، ما يدل على أن مصر أرض السلام وترحب بكل العقائد. ناهد عبد الفتاح بتقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. مسار العائلة المقدسة لوضعه على خريطة السياحة الدينية والثقافية يحتاج تطوير في الترويج وإضافات كثيرة للمسار، منها فنادق، مطاعم، مواصلات سريعة وجاذبة، طرق سريعة، إنشاء ليالي دينية وملتقيات في مواقع متفرقة من المسار، رحلات سياحية متبادلة مع بعض الدول تكون مخصصة وإضافة المسار له، إضافة زيارة المسار لأنواع أخرى من السياحة مثل سياحة الآثار وسياحة الشواطئ، كما أن تخصيص طائرات لنقل السائحين لبعض الأماكن السياحية كنوع من الأمن للسائح سيجذب الكثيرين. ولزيادة التعريف بسياحة مسار العائلة المقدسة يمكن صناعة بعض المنتجات التي يتم تصديرها كنوع من الدعاية، خاصة الأماكن التي بأكبر عدد مهتم بتلك النوع من السياحة. أكيد العمل وزارة السياحة مع المكاتب السياحية للترويج لتلك الأنواع سيوفر قواعد بيانات يمكن البناء عليها في التخطيط السياحي، مثل ماذا يجب أن نطور في قطاع السياحة، التكلفة أو الخدمات السياحية. دي كانت مجموعة من تعليقات ضيوفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشكرهم شكرا جزيلا، وبأكد ان هم جزء مهم واساسي من حلقاتنا دائما في همزة وصل. اعود لضيوفي عبر الهاتف. معي الدكتور محمود الحصري، مدرس الاثار واللغة المصرية القديمة. دكتور محمود تحياتي واهلا بيك. اهلا بيك استاذ، اهلا، تحياتي لحضرتك. يعني دكتور محمود، لما نتكلم على مسار العائلة المقدسة اللي امتد ل 3500 متر تقريبا، جابوا مصر كلها من اولها لاخرها، وربط ده بالحضارة اللي كانت موجودة فيها اليونانية الرومانية والمصرية القديمة اللي كانت موجودة في هذا، هذه الرسائل ازاي نوصلها للعالم؟ طبعا احنا مصر هي بلد الاديان الثلاث زي ما حضرتك عارف. مصر بلد الديانة الإسلامية والمسيحية واليهودية. احنا عندنا أثار في مصر، أثار إسلامية، أثار يونانية ورومانية، أثار قبطية وأثار يهودية موجودة عندنا. ويمكن رحلة العائلة المقدسة خير شاهد على ذلك، لأن طبعا زي ما حضرتك عارف وكل الناس عارفين أن النهاردة الكنيسة المصرية بتحتفل بذكرى دخول السيدة مريم العذراء السيد المسيح إلى أرض مصر. ده طبعا حضرتك ضمن مسار العائلة المقدسة، وده طبعا في الهروب من بيت لحم في فلسطين بسبب اضطهاد هيرودس. وطبعا احنا زي ما حضرتك عارف ان هم مروا على محطات كتيره موجوده هنا عندنا في مصر، من بيت لحم لغزه لمحميه الزرانيق طبعا. ويمكن احنا هنتكلم لو عايزين نتكلم عن الاماكن الكتيره اللي هم زاروها واللي فعلا في كتيره رحبت بيهم وتركوا اثر ليهم، هتلاقي حضرتك الاماكن اللي العائله المقدسه زارتها في مصر اقتضت بالكنائس واماكن ودور العباده، حتى اسيوط، حتى رحله النهايه في بلده اسيوط اللي استمروا فيها حضرتك 6 شهور و10 ايام، ويمكن المكان النهائي اللي هو كان موجود فيه كنيسه السيده العذراء والمذبح طبعا اللي كان بيجلس عليه المسيح، ولحد رحله العوده طبعا اللي استمرت
الرحله لاكثر من 3 سنوات عانت فيها هذه العائله، وطبعا كيف استقبلها اهالي مصر طبعا قديما، ويمكن المعالم الاثريه والسياحيه وزاره الاثار في الفتره الاخيره قامت على قدم وساق ب يعني توثيقها ورفع كفاءتها. نعم دكتور محمود، خلينا اخدك في الشكل التاريخي برضو، لان اعتقد ان يعني عندنا نقص شديد في هذه المعلومات، ما بتدرس يعني. احنا بندرس في المدارس مثلا التراث المصري القديم او الحضاره المصريه القديمه، لكن مسار العائله المقدسه ودخول العائله المقدسه لمصر ده جزء مهم جدا من التاريخ. عرف الناس هم ليه جم، والناس عرفوا منين ان هذه عائله مقدسه، وخاصه ان كان في مصر في وقتها رومان، وكان هم مضطهدينهم في فلسطين، وكانت يعني الامبراطوريه الرومانيه كانت مسيطره على فلسطين ومصر في هذا الوقت. المصريين استقبلوهم ازاي؟ كان عندنا طبعا يهود، وكانت الديانه ديت الديانه الاولى اللي موجوده في العالم قبل ظهور المسيحيه طبعا، كانوا موجودين في مصر، كيف قابلوهم؟ يعني عايز نبذه سريعه كده الناس تعرف جزء من تاريخها المهم. طيب اولا اقول لحضرتك على حاجه، بعد سقوط الملكه كليوباترا السابعه 32 الميلاد وبدا الرومان يحكمهم، الرومان طبعا كانوا بيحنقوا حق شديد على اليونان والحضارات الثانيه. نعم. بعد ميلاد السيد المسيح، ويمكن كان في مع السيده مريم العذراء كان معاها القديس يوسف طبعا، وهم هو طبعا هو بيقال ان هو جاله في الحلم الرب نشده في الحلم وقال له خذ مريم وابنها واهرب الى مصر، فدي كانت رساله من ربنا ليهم ان هم يتركوا المكان اللي هم فيه خوفا على الطفل الصغير اللي هو يعني اللي هو السيد المسيح، لان طبعا زي ما حضرتك عارف ان هو تكلم في المهد. صحيح، وكان ليه معجزات من صغره فكان معروف يعني. طبعا لما تكلم في المهد، فدي الجزء اللي حضرتك اتكلمت عنها دلوقتي يا استاذ حسام، وانت بتقول احنا عايزين نعرف الناس ايه السبب. فالسبب الرئيسي ان هم حسوا ان في معجزه بتحصل، وان الشخص ده ليه معجزه ان هو الطفل الصغير اللي هو تكلم فيها، فده احد المعجزات اللي فعلا خلتهم ان هم يتركوا المكان اللي هم كانوا قاعدين فيه في بيت لحم في فلسطين، وخافوا طبعا من بطش من هيرود في التوقيت ده ان هو يقوم بقتل الطفل، وهربوا الى مصر. وطبعا كل الاماكن الاثريه اللي هم مروا عليها تم توثيقها، وموضوعها دلوقتي حضرتك يعني احنا طبعا زي ما حضرتك عارف عندنا 7 قوائم محطوطه على قائمه التراث العالمي، ويمكن احنا بنطالب اليونسكو في الفترات اللي جايه ان طبعا رحله العائله المقدسه عندنا اللي هي توضع بشكل كبير جدا على قائمه التراث العالمي. احنا عندنا قائمه التراث العالمي 32 موقع محطوطين في قائمه احتياطيه، وعندنا 7 مواقع موجودين على القائمه الرئيسيه. نعم. تمام. فحضرتك لو انت بصيت عند فارما بلوزيوم، وعند حضرتك تطل بطه ومسترد، ويمكن احنا عندنا شجره مشهوره جدا اللي هي شجره مريم اللي هي موجوده في المطريه، وعندنا زي ما حضرتك منيه سمنود وسخه اللي هي موجوده في كفر الشيخ، وزي ما حضرتك برضه عارف وادي النطرون اللي العائله المقدسه باركت هذا المكان المقدس، وثم عين شمس والمطريه، وبعد كده المعادي، لان طبعا يقال ان هي عدت فعشان كده سميت المعادي، اللي هي طبعا اللي كانت بتتبع منفذ القديمه اللي هي منفذ مترا هنا مركز البطرشين محافظه الجيزه، وبعد كده حضرتك ابو سرجة طبعا الكنيسه المشهوره في مصر القديمه كنيسه ابو سرجة، او الكهف اللي هو موجود فيها كهف المغاره اللي هم اداروا، وبعد كده حضرتك راحوا بني مزار طبعا طريق بقى النيل نهر النيل، راحوا بمركز ونزلوا في النيل المنيا، عندنا بني مزار والبهنسه وصملوط وجبل الطير لحد ما استقر بهم النهايه حضرتك طبعا في اسيوط. ويمكن برضه انا عايز اقول على حاجه مهمه جدا يا استاذ حسام، ان احنا كتير من بقى لنا اسبوع في رحلات مطار اسيوط بيستقبل رحلات للسياح وافدين من دول اوروبا ودول امريكا، احتفالا باليوم احتفال الكنيسه المصريه بيوم زياره العائله فده تاريخ يعني حدث مهم جدا، احنا كدوله مصريه المفروض نستفيد بيه أكيد. للعالم أكيد. كله. اكيد انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود الحصري مدرس الاثار اللغه المصريه القديمه، شكرا جزيلا على وجودك معانا. وانضم الي الاستاذ محمد زين الدين المرشد السياحي. استاذ محمد تحياتي واهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ
اهلا بحضرتك استاذ هشام، وسعيد جدا ان انا موجود معاكم في مناسبه سعيده بتحتفل بيها كل مصر وبيحتفل بيها الاخوه المصريين وبيحتفل بيها العالم اجمع. اهلا بيك دايما يا استاذ محمد. استاذ محمد خليني اكلمك بشكل عملي، وحضرتك يعني ايدك في السياحه وشغال، ماذا ينقص هذه المناطق عشان بالفعل تفتح ذراعيها لكل السائحين المسيحيين في العالم، خاصة ان يعني بابا الفاتيكان تقريبا من 10 سنين دعا العالم وعمل ده مسار حج؟ ده سؤال منطقي وعملي جدا وانا برحب بيه. خلينا نقول مبدئيا ان النقطة الخاصة بتحديد مسار العائلة المقدسة في مصر، احنا عندنا 25 نقطة هي المحددين في مسار العائلة المقدسة. نعم. كمسار للحج للإخوة المسيحيين سواء كانوا مصريين أو غير مصريين. جميل؟ نعم. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، لو اتكلمنا عن النقاط ديت فال 25 نقطة للأسف مش كلهم مؤهلين للزيارات الخاصة بالسياحة أو الزيارات الخاصة بالمصريين. جميل؟ نعم. نمرة ثلاثة، كان في متطلبات خاصة من الفاتيكان وخاصة من وكالات السفر السياحية العالمية خاصة يعني بالتحديد بخصوص البنية التحتية والخدمات اللي موجودة للمناطق للنقاط ال 25، وكمان خاصة ببعض الخدمات الفنية اللي محتاجاها المناطق، ولكن الخدمات دي لم يتم توفرها أو لم يتم اتباعها كما هو متطلب، فتم حذفها من وكالات السفر والترحال اللي هي العالمية، والفاتيكان حذفها من الكتاب الخاص بيه. فاحنا لازم نرجع للاشتراطات اللي هم تطلبوها منا كمصريين ان احنا ننفذها، فبالتالي الاشتراطات صعبه يعني. انا اعتقد الاشتراطات هتكون ان يكون في حمامات لائقه، ان يكون في نزل بسيطه نظيفه وقادره، ان يكون طبعا اكيد تامين امني وتعامل يعني رفيع المستوى من الناس اللي موجوده في المناطق، خاصه المناطق اللي هي بتكون مزدحمه. اعتقد دي كلها طلبات. هل في طلبات صعبه؟ اللي حضرتك اشرت اليه ده كلام صحيح، ولكن الاجراءات الامنيه موجوده، اجراءات امنيه يعني لطيفه ما فيش فيها اي مشاكل. ولكن النقطه اللي احنا بنتكلم فيها البنيه التحتيه نفسها، الحمامات. نعم. يعني دي اقل متطلب ثاني اي انسان هيتطلبه ان هو يزور المناطق ديت، يبقى موجود ما بين كل مسافه واخرى موجود حمام ادمي يقدر اي شخص ان هو يستخدمه. نعم. للاسف اغلب المتطلبات دي مش متوفره، فبالتالي هو ازاي هيحط النقاط دي في المطار والنقاط دي مش متوفر عليها الخدمات الاقل نعم تطلبا. دي نمره واحد. احنا مشينا في الاجراءات او في المطار الخاص بالعائله المقدسه بالتدريج او كمراحل معينه. فاحنا عندنا على سبيل المثال منطقه مصر القديمه او زي ما بنسميها الاخوه المسيحيين السبع كنائس، تمام؟ فديت نعم. احنا عملنا فيها الخدمات فيها مميزه جدا، بتجتذب مجموعة كبيرة من الوافدين لمصر سواء كانوا زوار أو سواء كانوا حجاج مسيحيين جايين يزوروا مصر. جميل. في نقطة حابب أشير ليها، إن إحنا في عندنا مشروع اتعمل في منطقة مصر القديمة، وأنا يعني بتساءل مع حضرتك ليه المشروع دوت توقف ولم يتم الانتهاء منه، وهو مشروع الصوت والضوء الخاص بمسار العائلة المقدسة اللي موجود خلف الكنيسة المعلقة، يعني نعم. المكان مجهز تماما ومعمول المدرج اللي هيتعمل عليه العرض الخاص بالصوت والضوء بالعائله المقدسه، ولكن لم يتم تنفيذه، يعني المكان كله مؤهل. نعم. فنيا ومؤهل يعني تقنيا، ولكنه لم يتم استخدامه او يتم تنفيذه ولم يتم حتى الدعوه اليه او التدقيق. نعم. له. طيب خليني اسالك عشان انا قدامي اقل من دقيقه او دقيقه تقريبا. دكتور محمد، استاذ محمد عفوا، تطلب ايه او ايه المطلوب عشان يرجع مسار العائله المقدسه على خريطه السياحه العالميه والمصريه والترويج ليها؟ وانا كنت دايما بتكلم ان فكره ان احنا لازم جزء من الترويج يكون فيه تربيط لانواع السياحه المختلفه مع بعض، زي السياحه الاستشفائيه، نربط اللي في سينا مع مسار العائله المقدسه ومع دير سانت كاترين، الاماكن المختلفه فيها، اغلب هذه الاماكن فيها حاجات معجزات وفيها اماكن استشفائيه وفيها اثار تانية مختلفه. مبدئيا قولا واحدا يا استاذ حسام، ما فيش حد هيجي مصر لنوع واحد من السياحه، احنا نعم. عندنا في تنوع سياحي كبير في مصر. صحيح. دي حاجه، الحاجه الثانيه ان اغلب النقاط الخاصه بمسار العائله المقدسه
هي بتتقاطع مع نقاط خاصة بالحضارة المصرية القديمة. صحيح. فالسائح اللي هيجي مصر عشان يزور يعني النقاط الخاصة بمسار العائلة المقدسة بالطبع هيبقى مهتم ان هو يزور آثار مصرية قديمة. فبالتالي احنا لازم يعني نراعي موضوع البنية التحتية والخدمات الفنية اللي محتاجها السياح في بعض المناطق اللي تم تطويرها فعليا وبقت جاهزة ومؤهلة، خصوصا ان هي بقت مؤهلة نوعا ما لاستقبال ذوي الهمم او اصحاب الحالات الخاصة. نعم. فدي نقطة محمودة ولكنها لسه في البداية، احنا لسه محتاجين نعمل اشياء كثيرة جدا عشان نطور المناطق ديت، وسياحة ذوي الهمم دي من السياحات اللي هي الكبيرة والمدخول بتاعها السياح، المدخول بتاعها كمصدر دخل مدخول كبير، ولكننا لسه في بدايتها. لسه فيه. نعم نعم. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد زين الدين المرشد السياحي، بشكر الدكتور محمود الحصري مدرس الآثار واللغة المصرية القديمة اللي كانوا معايا ضيوفي في هذا الجزء الثاني من هذه الحلقة. كل عام والعالم بخير ومصر بخير بتاريخ زيارة العائلة المقدسة إلى هذه الأرض المقدسة أرض مصر. مشاهدينا الكرام، أنهينا هذه الحلقة من همزة وصل، دائما مواضيعنا تدور في فلك حياتكم، بشكركم دائما على حسن المتابعة، ما قلت تحياتي تحيات فريق العمل وتحيات حسام الدين عاطف، إلى اللقاء.